السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. ابدأي بطبقة من البيسكوت. قومي بطلاء الأظافر بطبقة من المناكير اللماع. باستخدام الريشة بالطول القصير سنقوم برسم أشكال مختلفة على طول الأظفر وبالشكل التالي. شاركينا تعليقاتك ومقترحاتك، ولا تنسي الضغط على لايك، شير وسبسكرايب. إذا أعجبك هذا الفيديو، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية. كما لا تنسي متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي على الروابط الظاهرة في الوصف أسفل هذا الفيديو.